السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبدأ بكم درس جديد من جافا، جافا رقم 11. رمضان كريم، رمضان مبارك. اليوم راح نتعرف على كيفية عمل بروجكت، شلون نسوي كلاس وشلون نشتغل على بيئة الـ ITE Eclipse. تفتح الـ Eclipse، نغلق هذا أيضا نعمل ديليت. اوكي، راح ينفتح البرنامج هالشكل عندك، وهذا الفارغ راح يكون النافذه مالتك، هذا يسموها الورك سبيس، بيئه العمل مالتك بالنسبه للايكليبس. حتى اسوي بروجكت اقدر عن طريق الفايل نيو بروجكت، واقدر ايضا الضغط على هذا الاشاره الايكون اللي تظهر اللي هو نيو بروجكت. ممكن ايضا طبعا اختار الجافا، بعد ذلك اعمل زائد واجي اختار من عنده بروجكت جافا بروجكت. كذلك اذا جينا للفايل نيو جافا بروجكت راح يطلع لي هذا الويزرد اللي هي نافذه تستخدم خلينا نقول طريقه الجي اي سهله انه انت تصنع لك بروجكت. طبعا بروجكت نيم بالبدايه نجي نكتب له مثلا هلو وورلد. اوكي، بعد ذلك نجي هنا عندنا الجي ار اي. الجي ار اي هو يقول لك شنو، استخدم JRE اللي منصب عندك. أنا بالنسبة لي راح أعطيكم نصيحة كلش زينة وتفيدكم. بالنسبة لل JRE استخدم الديفولت. أوكي، ثالث واحد. أول واحد راح يستخدم لك ال JRE الحديث الأثمانية. ممكن بعض الحاسبات أو بعض السيرفرات اللي أنتوا راح تشتغلون عليها ممكن راح تكون داخلها منصبة شنو جافا 7 أو جافا 6، فممكن حيسوي لك شوية مشاكل بالتشغيل. فحتى أنت شو تسوي، تلغي هاي المشكلة، ممكن تستخدم ثالث اختيار اللي هو Use Default JRE. فائدة Use Default JRE انه شنو، اذا انت اذا استخدمت الكود مالتك والبرنامج مالتك حولته على غير بلاتفورم وغير جهاز، او حتى اذا نفسه لينكس على غير لينكس اخر، بس ذاك اللينكس مثلا 7 او 6، ما راح تفرق معك، راح تشتغل الاكواد مالتك بصورة طبيعية لان انت استخدمت الديفولت. بعد ذلك نجي نقول Next. بالنكست لاحظ راح يطلع لك هلو وورلد اللي هو البروجكت، وهنا السورس. السورس اللي هو شنو، السورس كود مالتك، الاكواد مالتك اللي راح تكون بداخل هذا البرنامج، وهذا ايضا الباث مالتك الهلو وورلد سلاش البين. بعد ذلك تضغط على الفينش، راح يكون عندك هنا تظهر لك الهلو وورلد والسورس كود مالتك. بالنسبه للجافا، الجافا كل شيء بالجافا هو اوبجكت، كلها كلاس. اللي يفرق جافا عن بقيه اللغات انه بقيه اللغات ممكن تسويها على شكل فايل اعتيادي مثل خلينا نقول بايثون، لكن من نجي بايثون او عندك كثير من اللغات يعني انه ممكن تعملها كملف بسيط، لكن بالجافا كل شيء هو اوبجكت، كل شيء هو كلاس. الحلو هنا انه احنا عندنا بالايكليبس شيء كلش جميل، يعني انه نريد نسوي كلاس، ممكن لو الايكليبس يسوي لنا كلاس بدون انه احنا نتعب نفسنا، مجرد نضغط عليه رايت كليك على اسم المشروع، نجي نقول له نيو، نختار الكلاس. من نضغط على الكلاس راح يطلع لنا هاي النافذه اللي هي الويزرد. السورس فولدر هذا راح يقول لك راح انزل لك اياه بالسورس فولدر مالتك. باكج، الباكج انا حاليا ما راح اخلي اسم مالته، هو صح انه البرنامج راح يعطيك شويه تحذير من ما تكتب اسمه، يقول لك المفروض انت تخلي اسم الباكج، لكن انا ما راح اخلي هالمره اسم الباكج، خلينا نسويه في الطريقه سهله حتى بس نوضح لك احنا كيف بدنا نصنع الكلاس، وكيف انه الايكليبس ينطيك طريقه جدا سهله تصنع بها الكلاس. فحاليا راح اجي اختار عفوا بس اسم الكلاس، النيم اسم الكلاس راح اجي اكتبه هلو وورلد. انتبه انتبه جيد انه الكلاس مالتك بدايته الاول حرف لازم يكون كابيتال، لازم يكون بالحرف الكبير، الاتش يكون بالحرف الكبير. راح تسالني زين ما ممكن انا اسوي كلاس هلو وورلد بس الكب مو كابيتال سمول؟ نعم تقدر، يصير ويطبق ويشتغل، بس لكن المبرمجين والمطورين مال جافا اوراكل كان او جماعة صن يقول لك لازم تستخدم الكلاس، يجبروك يقول لك لازم تستخدم الكلاس الاسم مالته بالبداية كابيتال، وهذا الشيء ما راح يضرك، استخدمها كابيتال. بعدين الموديفايرز، الموديفايرز راح نشرحها بالتفصيل. بالموديفايرز خليها public، لا تسوي تشيك على اي شيء، لا على الباكج لا على الفاينل ولا على الابستراك اللي راح نجيها بدروس ان شاء الله لاحقا نشرح عنها بالتفصيل. السوبر كلاس تعرف نفسها اللي هو جافا لانج اوبجكت.
بعد ذلك اذا حبيت انه انت تتذكرون بالدروس السابقه من قلنا احنا راح نضيف public static void main string args. اذا تحب انه هو اصلا Eclipse يجهز لك اياه، شوف ايش قد يسهل لك الامور، تقول له نعم جهز لي، تخلي صح هنا، لا تستخدم الكونستراكتورز لانه هذا بدروس ان شاء الله قادمه راح نشرحها. بالنسبه لنا نختار اول اختيار اللي هو public static void main string args، حتى هو ينزلنا اياه بشكل حاضر مجرد انه احنا نكتب الاكواد. بعد ذلك نجي نضغط على الفينش ونلاحظ انه هو سوانا الكلاس. هسه الكلاس مال hello world جاهز، public static void main args string args موجود وجاهز. مجرد هنا ضاف لنا هذا الكومنت، اذا هذا نريد نشيله نضغط على هاي، اكو اشاره هنا تطلع، ونقول له ريموف تاسك تاج، او ممكن احنا بدون هذا نعمل له مسح. اوكي زين، بالنسبه لنا اذا حبينا انه نجي نجرب الايكليبس، اوكي اذا حبينا انه احنا نجي نجرب الايكليبس راح نجي نكتب مجموعه كودات، نضغط انتر، نجي نكتب اول شيء السيستم هو اوبجكت، هذا الاوبجكت موجود من ضمن اللايبرري، من ضمن مكاتب الجافا القياسيه، فنكتب سيستم دوت. من نكتب دوت لاحظ الايكليبس دي يساعدني انه في ايجاد اللي اريده، الشغله اللي اريده او الاوبجكت اللي اريده. اكتب اوت، طبعا الاوت ممكن انه انت تاخذه من القائمه اللي تطلع لك اياها، يعني دبل كليك عليها راح يكتب لك الاوت، وممكن انه انت تكمل الكتابه. بعد ذلك تضغط البيريود او النقطه باللغه العربيه، تكتب برنت. برنت ايضا فانكشن من مجموعه البرنت ستريم اوبجكت، فاتى انه شنو انه يظهر لك الاشياء اللي انت تريد تعرضها للجي او اي او الكونسول خلينا نقول. فتقول له البرنت ln print line، اوكي شوف لاحظ من اجي اكتب القوس هو يكمل لي القوس الثاني، من اجي اكتب اقتباس يجي يكمل لي الاقتباس الثاني. اوكي فهنا نجي نكتب الاقتباس، نكتب محمد عيسى. اوكي بعد ما يكمل الكود لازم اخلي شنو فارزه منقطه. الفارزه المنقطه طبعا جافا اكو بعض اللغات مو مهم تكتب بها الفارزه المنقطه مثل بايثون. بايثون اذا ما تذكر بالاخير فارزه منقطه اصلا هو ما يحتاج فارزه منقطه، لكن بالجماعه السي ستايل خصوصا الجافا، جافا من السي ستايل، فلازم تخلي فارزه منقطه. الفارزه المنقطه مثل البيريود باللغه الانجليزيه او مثل النقطه باللغه العربيه، من تجي تكتب فد كلمه وراها تكتب نقطه، اي بمعنى انت انهيت الكلام هنا. فالفارزه المنقطه مهمه جدا لان حتى لا تواجه مشاكل ولا يشتكي الجي في ام من عندك الفيرتشوال جافا فيرتشوال ماشين. التنفيذ هاي العمليه ممكن انت تجي على هذا الشكل اللي هو الفران، من تضغط على السهم هذا، هذا السهم ممكن انه انت ما تلاقي الابلكيشن مالتك، تلاقيه فارغ. فحتى تسوي السيت اب مثل ما انا سويت سيت اب هنا، حتى تسوي له سيت اب مجرد انه تضغط على الرن كونفيجريشن، من تضغط على الرن كونفيجريشن تجي على الجافا ابلكيشن، هذا لو حذفناه خلينا نقول لاحظ هنا كلوز، من اجي اضغط هنا ما عندي، اوكي ما عندي الابلكيشن ما راح يتنفذ. فحتى اقدر انفذ الابلكيشن مالتي اضغط على الرن كونفيجريشن، بالرن كونفيجريشن اضغط على الجافا ابلكيشن واجي اعمل له نيو. بمجرد ما اعمل له نيو هو انطاني اسم البروجكت وانطاني المين كلاس. اكو كثير شغلات هنا ما نحتاجها حاليا، اجي اضغط له رن، من اضغط رن تطلع لي هاي الواجهه تريد تنفذها، يقول لي اقول له اوكي، الاحظ انه طلع لي شنو جوا الكونسول هذا يظهر لك العمليات اللي انت تنفذها اللي هو محمد عيسى، اي بمعنى انه انا الكود مالتي ما بي اخطا. بالنسبه للتكبير وتصغير الفونتات، اذا تحب تكبرها الويندوز تروح على بريفرنس، تروح على الجنرال، من جنرال الابيرنس تروح على الكلر فونت، هذا نكبره اوكي كلر فونت، من الكلر فونت تروح على البيسك، من البيسك تنزل اخر شيء اللي هو التكست فونت، تعمل له اديت وتختار الفونت اللي انت تريده والستايل، وتختار ايضا حجم الفونت. هذا بالنسبه لفكره انه انت كيف تعمل اول برنامج لك اللي هو هالو وورلد، او كيف انه انت تستخدم الايكليبس انه يجهز لك كل هاي الاشياء الضروريه لعمل كلاس في الجافا. فمثل ما قلنا جافا عباره عن كل شيء اوبجكت في داخله. ف ان شاء الله بالدروس القادمه
نبدي نشرح شغلات أكثر عن الإكليبس. لهنا احنا راح نوصل إلى نهاية الدرس ونلتقي وياكم بدرس آخر. مع السلامة.